للحديث عن شح المياه في العراق، أسباب شح المياه، نتائج شح المياه، ودور الحكومة في بغداد في تفاقم أزمة الجفاف في العراق، ينضم إلينا عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد القادر النايل. أستاذ عبد القادر النايل، مرحبا بكم. منذ سنوات وأزمة الجفاف في العراق تتفاقم، العراق فيه موارد مائية سواء بحيرات، أنهر، آبار ارتوازية، سدود، الكثير من العناصر تؤهله لكي يستثمر في هذه الموارد ولا يصل إلى مرحلة الجفاف، بما يهدد حتى الأجيال القادمة بحسب التقارير الدولية التي تحدثت عن ذلك. ترى كيف تعاطت الحكومات المتعاقبة منذ احتلال العراق وحتى الآن مع قضية المياه وأزمة المياه إلى أن حصل الجفاف وتدهورت أوضاع المياه في العراق؟ اهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام. العمليه السياسيه في العراق عام 2003 من مجلس الحكم المسؤوليه الكامله في انهاء مياه العراق، بالتالي هذه خيار كبيره ارتكبوها لصالح ايران، عمليات تغطيه كبيره تماما عملت ايران من خلال 18 عاما على حرف اهم تزود العراق، لأننا أمام معلومة تماما أن المياه التي تصل العراق من الحدود المشترك العراقية الإيرانية نسبتها تزويد العراق ل 35%، أي تتكلم 7 مليار متر مكعب مياه هي حصيلة المياه العراقية تنبع. أستاذ عبد القادر، أستاذ عبد القادر، هل يعني تفضلتم بتثبيت المايك لكي يتسنى يعني سماعكم بشكل أفضل؟ سيد العزيز، العراق لديه حقيقة منابع وثروات مائية كبيرة جدا، بالتالي تتحمل العملية السياسية الحالية من عام 2003 الخيانة الكبرى التي مارستها تجاه مع إيران في تسليم هذه المقدرات، لأنه عمل إيران طوال 18 عاما على حرف المياه العراقي إلى الداخل الإيراني، بالتالي هذا ضرب للدولية وللحدود المشتركة التي عليها قانون الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وبالتالي هناك معلومة مهمة على أن المياه تمثل 35% من مياه العراق القائمة من الأراضي المشتركة بين العراق وإيران، أي تمثل 70 مليار متعب، بالتالي هذا 70 أو 35% جرى قطعها في العراق بطريقه اجراميه وبطريقه انتقاميه لا تمثل لا الى القانون الدولي ولا الى حسن الجوار الذي تعتمد ايران على اداء العراق فيه. هذا لم يحدث لو لم يكن هناك تواطؤ للحكومات المتعاقبه، حكومات بعد 2003 مع ايران، وبالتالي ايضا لم يحدث بين ليله وضحاها، تحتاج عمليه تحويل مجد المياه الإيراني إلى جهد وبناء حفر آبار وبناء سدود، وبالتالي 18 عاما نجحت إيران في بناء هذه السدود غير شرعية وتمت المياه العراقية بطريقة كبيرة تماما، ولذلك أهم نهرين هو نهر الزاب الأسفل يغذي نهر دجلة ب 8 مليار متر مكعب ماء، فضلا على أنها قطعت نهر الدجلة الكبير وكذلك مقطعات الود الذي يمر في خانقين، وعلى هذا الاساس فالمياه التي الان اصبحت نقصا في العراق وتسبب عمليات التصحر وتسبب عمليات انهاء الزراعه كلها بسبب ايران، لان هذه المياه امتدت من الكارون الى انهر وصولا الى شط العرب، لذلك السلطات الحاليه تواطأت مع ايران في أخذ مياه العراق وحصصه الكبيرة والواسعة. أستاذ عبد القادر النايل، الكثير من الدول تسعى للوصول إلى الأمن الغذائي من خلال يعني استثمار الموارد المائية ومن خلال يعني دعم المزارعين وكذلك توفير كل السبل من أجل تحقيق التنمية الزراعية وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية.
ترى في العراق الذي نشهده يعني ليس هناك تنمية اقتصادية، نرى تراجعا في الاقتصاد الذي أساسه الزراعة، ونرى أيضا تراجعا في الجانب الإنتاج النفطي كون العراق دولة نفطية. لنتحدث فيما يخص موضوع المياه تحديدا والزراعة، انعكاسات هذا التدهور والتراجع الاقتصادي وفي في في الجانب الزراعي إلى أي مدى يصب في صالح إيران؟ من المؤكد أن إيران عمقت عندما قطعت المياه إلى ضربة أخرى على العراق وعملية التصحر وترك الزراعة. نعم. نحن جيدا والشعب العراقي يعلم أن العراقيون استطاعوا عندما منعوا من تصدير النفط وفرض عليهم حصار ظالم كبير تماما في التسعينيات القرن الماضي، استطاعوا أنه يتغلبوا على ذلك بالزراعة، وكانت الزراعة العراقية توفر الكثير للمواطن العراقي في جميع المحاصيل وجميع الاتجاهات، من الخضار إلى عمليات الغذاء الدائم وطويل الأمد كالحنطة والشعير وغيرها. بالتالي اليوم عندما استطاعت إيران أن تضرب أيضا العمق الزراعي من خلال، وقد شاهدنا في الفترة الماضية حرق المحاصيل وكثير من الأمور التي تم إنهاء الزراعة فيها، وحتى وصل الحال إلى السلطات الحالية بعدم السماح للمزارع العراقي ببيع منتجاته داخل الأسواق العراقية، لأن الذي يهيمن على الأسواق هم الذين يستوردون الزراعة الإيرانية. بالتالي إيران أضرت العراق بهذه القضية لمصلحة مهمة حتى يتم بيع المحاصيل الإيرانية داخل السوق العراقي، وبالتالي يكون السوق العراقي مستقبل للمحاصيل الإيرانية. ولذلك شهدنا طفرات كثيرة في عملية التصدير الإيراني، وصل إلى 20 مليار دولار يتم تصدير بضائع إيرانية وفي مقدمتها الزراعة والمحاصيل الزراعية والغذائية التي تصل أحيانا إلى 8 مليار دولار سنويا تصدرها إيران للعراق. لو كانت هناك زراعة في العراق وكان هناك خطة تنموية حقيقية، ولو كان هناك عملية أو حكومات تحترم نفسها، لكان هذا التصدير يعني ربما ليس له مكانا في العراق، لأن العراق سيعتمد على الاكتفاء الذاتي. ورغم كل هذه المحاولات شهدنا في السنوات الماضية على أن العراق وصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في الحنطة، في الشعير، في محاصيل زراعية أخرى، لكن قبيل عام الحصاد أو أشهر الحصاد يتم استهدافه من قبل الميليشيات المرتبطة بإيران، إما حرقا وإما تجريفا وإما إنهاء، وبالتالي العراق يتراجع عن الاكتفاء الذاتي ويذهب إلى الاستيراد الإيراني. هذا كله حقيقة يصب في ملف المياه وملف الزراعة وملف التصحر من خلال ترك الأراضي الزراعية، كله يصب في الصالح الإيراني، لأن إيران تريد العراق أن يكون يعني مستنقعا ومستقرا لبضائعها الفاسدة. هل ثمه جهود دولية ربما من وجهة نظرك ستكون يعني فاعلة في العراق؟ الكثير من المؤتمرات التي عقدتها منظمة الأمم المتحدة بشأن المناخ وبشأن التصحر والجفاف ويعني المخاطر التي تهدد الأجيال المقبلة، ولكن العراق لماذا دائما هو خارج إطار هذا الكوكب؟ لماذا لا يتم تفعيل قوى دولية يعني لجان دولية عفوا من أجل الكشف عن يعني مصادر التصحر وكذلك التلوث الحاصل في العراق بسبب شح المياه؟ يعني هناك تلوث مترسخ يعني مترسب في التربة، تلوث الهواء، تلوث التربة، نقص المياه، وبالتالي لماذا لا تشكل لجان دولية من وجهة نظرك؟ اللجان الدولية، أولا الدول مشغولة في أنفسها لأن أيضا تعاني، لكنها تتغلب على هذه القضايا بخطط مدروسة سنوية وأخرى متوسطة وأحيانا تمتد إلى 10 سنوات. في العراق لا توجد هذه السياسة، وثانيا السلطات الحكومية يعني تتجاهل هذه المؤتمرات وطلب المساعدة، لأنها ببساطة يعني خانت الشعب العراقي باتجاه أنه هذه الملفات لصالح إيران نفذتها وهي مشاركة في عملية. ثالثا القضية الأهم أن المجتمع الدولي بعيد عن العراق وبعيد عن قضاياه، لأن الاحتلال الأمريكي أيضا هو الذي ساهم بتدمير العراق في عدة كثير من الأمور. لذلك اللجان الدولية بعيدة عن العراق في كل ملفات، في ملفات حقوق الإنسان،
في ملفات التصحر والزراعة، في ملفات المياه، وإلا لو كان هناك رغبة حقيقية. العراق لا زال تحت البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، وبالتالي هذا البند ينص على أنه احترام سيادة العراق في الأمور المشتركة مع من خلال ترسيم الحدود والمشتركات ما بين دول الجوار، وأحد هذه المشتركات هي المياه التي أغلقتها إيران بنسبة 100% عن العراق، وبالتالي كان يفترض أن تشكل لجان تحقيقية دولية على مستوى عالي بهذه القضية، لكن للأسف الشديد المجتمع الدولي يصم آذانه عن العراق لأن الاحتلال الأمريكي أيضا ساهم في تدمير العراق ولا يريد لأحد أن يتدخل في إنقاذ العراق ورؤية ما يجري في العراق من نكبات حقيقية خلفها الاحتلال من خلال تسليم العراق إلى إيران على طبق من ذهب، وبالتالي ما يحصل الآن هي لأن العملية السياسية الحالية صنعها الاحتلال، وبالتالي عملية تدميرية لا زالت مستمرة على العراق، فبالتالي المدمرون لا يمكن أن يصنعون شيئا من الإعمار أو يسمحوا لغيرهم بإعمار البلدان التي احتلوها. نعم، نشكرك شكرا جزيلا عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد القادر النايل، شكرا جزيلا لكم.